رجعنا معكم بالقسم الثاني من سكور. بهالقسم رح نحكي عن عدد من الماراثونات اللي كانوا عم بيصيروا بلبنان، من ماراثون رشيا لماراثون الجبل، بالاضافه لاخبار العلاقه بزياره رئيس الاتحاد الدولي لروسيا وقطر، ولا بنشوف شو ردود الفعل حول هذا الموضوع. وايضا مع جورج بدنا نحكي عن دوره التنس الخاصه ببرشلونه واللي تعتبر واحده من الدورات التحضيريه لرولان جاروس. ولكن بدايه ترحيب ضيوفي بالقسم الثاني شادي دهام. مساء الخير شادي. حضرتك من مؤسسي والمشرفين على سباق الماراثون او نص الماراثون اللي كان عم بصير بمنطقه رشيا. نحن بدنا نحكي بالتفاصيل حول هذا الموضوع. وماريا مملوك مونسوار، حضرتك من جمعيه سان جود او جمعيه المتخصصه بسرطان الاطفال بسرطان عند الاطفال. 100% يعني نحن بيسكلي مركز سرطان الاطفال في لبنان. بدنا نحكي نحن وياكم حول العلاقه ما بين الاثنين. وجورج، فاذا بدنا نحكي عن رافائيل نادال، هل فينا نعتبر نادال صار المرشح الاقوى للفوز برولان جاروس من بعد فوزه بدورتين لهلا، هن برشلونه ودوره مونتي كارلو الاسبوع الماضي؟ هلا بالدورتين هرب من نوفاك جوكوفيتش. خرج بوقت باكر من مونتي كارلو وما شارك ببرشلونه، بس بدنا نشوفه بعد يعني بمواجهه فيدرر بمواجهه جوكوفيتش كيف رح يكون وضعه. بعد في دوره روما بتصور قبل دوره بعد عنا بعد عنا تقريبا لاخر ايار تتبلش تقريبا عنا شهر بعد. بس عم باكد بهالدورتين رافائيل نادال انه عاد الى مستواه المعهود، خاصه على الارض المفضله عنده واللي يعتبر ملك عليها. اذا بتشوف 9 مرات بطل ببرشلونه، 9 مرات بطل بمونتي كارلو وبرولان جاروس، ايضا يعني ارقام خرافيه لنجم الاسباني. شادي، فاذا خبرنا بدايه عن هذا السباق، متى اسستوه؟ باي مناطق بيقطع؟ وبالطبع رح نشوف صور نحن وياك، وايضا عدد المشاركين وباي فئات. نحن انا رئيس جمعيه رشيا ماراثون اللي تاسست بالعام 2010 برعايه وحضور وزير الشباب والرياضه انذاك اسمه الدكتور علي عبد الله. وكان الهدف الاول من الجمعيه اقامه نشاطات شبابيه بمختلف المجالات الرياضيه والفنيه والثقافيه والادبيه. اخر 3 سنوات اخذنا تخصص بالسباق اللي بينظم برشيا الوادي. السنه كان عندنا الهالف ماراثون اللي هو لاول مره بيتنظم، ال 21 كيلومتر بقضاء رشيا. كل سنه كان السباق له عنوان. اول سنه كان خطوه عن خطوه، بتفرق ادعس على الحشيش وامشي. ثاني سنه كل العائله تركض سوا تزور رشيا تشم الهواء. ثالث سنه بالعلم رح نركض للعلم. رابع سنه كلنا حدك ومعك وب 22 رح نركض الك. السنة كان الموضوع بعد زيارة مركز سرطان الأطفال والاتفاق معهم، كان القرار بجمعية رشيا ماراثون أنه يكون الريع كامل لمركز سرطان الأطفال عبر التسجيل مباشر على رقم حساب خاص فيهم. نحن ما أخذنا قيمة الاشتراك شخصيا نحن أبدا. هذه يمكن لأول مرة بتصور بتصير والمصروف اللي كان عليكم مين دفعه؟ سبونسرات كانوا يأمنوا لنا تكاليف الحملات الإعلامية والإعلانية والمي والعصير ومتطلبات الماراثون. الماراثون صار برشيا الوادي السنه، كان برعايه وحضور وزير الشباب والرياضه وزير الصحه. وزير الشباب والرياضه اعتذر نتيجه سفر خارج البلد. وزير الصحه كان موجود معنا، كان ممثل لقائد الجيش لقوى الامن الداخلي بلديات، وكان حضور للعميد شامل روكوز مع اعلاميين من كل تلفزيونات لبنان. اللي نحن اطلقنا فعاليات الماراثون ب 18 آب 2015، وكرمنا اعلاميين من كل تلفزيونات لبنان. فجزء من الاعلاميين كان معنا امبارح وركضوا مع الناس ومشوا مع الناس، وكانوا مركز سرطان الاطفال كمان عم يمشوا مع الناس ويركضوا مع الناس، وكانت كل العالم عم تركض لاكثر من هدف. اولا في ناس بتحب الرياضه، في ناس بتجي تتعرف على رشيا، وجزء كبير كمان من اللي كانوا موجودين كان عندهم هذا الحس الانساني لدعم اطفال مركز سرطان الاطفال. فاذا النتيجه كانت ممتازه اذا فينا نقول، بدنا نعرف النتيجه بشكل اوضح ماديا اذا فينا نقول ومعنويا. معك ماريا، كيف بتشوفي هذه العلاقه وهذه الشراكه مع ماراثون رشيا او نص ماراثون رشيا؟ نحن اول مره بنشترك مع مستر شادي بهيك نشاط، كان كثير حلو. ودجا هو خبركم عن كل التفاصيل تبع هذا النشاط. هلا بعد ما عندنا تفاصيل اخر شيء عن الاقسام اللي بدها تطلع من هذا الشيء،
بس اليوم كل تقريبا كان كل واحد بيشترك بده يدفع 5000 ليرة، وكان في حوالي 300 400 عداء. ماشي الحال 5000 غيركم، 5000 ضارب ثقيل كثير. 100% كمان ما تنسى المجتمع اللي موجود برشايا ما هم معودين على الاماونت اللي بتندفع بقلب بيروت او غير ماراتونات. وشادي ارتقى انه هذا المبلغ هو المبلغ المحدد اللي لازم يكون ليقدر يجي الناس ويشاركوا بهذا الشيء. نحن اكيد ما عندنا مشكل، نحن بنحتاج لحيلا اماونت الناس فيها تدفع، ان كان 5000 او 1000 او 10000 حيلا قيمه تطلع من هالعالم. نحن ممنونين ومشكورين لكل هالعالم. اكيد نحن كمان ممنونين ومشكورين لشادي لانه عرفنا على هالمنطقه، ونحن بحاجه نكون بهيك مناطق لنخلي الناس تعرف عن مركز سرطان الاطفال في لبنان وشو الغايه من هيدي الزياره. كمان في كثير ناس ما بتعرف نحن موجودين، لا بيعرفوا نحن بنعالج اولاد ببلاش، يعني الاهل ما بيدفعوا مصاري، لا بيعرفوا تكاليف العلاج اللي هي 50000 دولار على كل ولد، واليوم عندنا 15 مليون دولار بادجت بدنا نجيبه لكل ولد. هيدا قصص يعني لكل الاولاد اللي عم يتعالجوا. طبعا 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 هيدا النشاط كان كتير حلو، ونحن بنتمنى انه نكون موجودين بكذا مناطق بقلب بيروت، مثل الماراثون برشيا، مثل ما يكون في ماراثون بحال منطقه برات بيروت. على كل حال الحضور كان كثيف، عم شوف فئات عمريه ايضا كنتوا عم بيشاركوا معك شادي بالسباق. كان عندنا نحن سباق 3 كيلومتر للاعمار 13 سنه وما دون، ال 14 سنه وما فوق كان عندهم، يعني ال 14 لل 17 كان عندهم ال 5 كيلومتر، الاعمار 19 ولل يعني لل 80 سنه عندهم ال 10 كيلومتر، وعندنا ال 21 كيلومتر اللي شارك فيه عدائين لبنانيين. كان في عندنا عدائين من خارج لبنان، يعني 6 عدائين من خارج لبنان، هاي اول مره بتصير برشايا. والشيء الحلو انه ال 21 كيلومتر كانوا باربع قرى وتعرفوا على رشايا، ومن صور مبينه نقاء الصور، نقاء البيئه، نقاء روعة والهواء النقي، واهالي بيروت اللي طلعوا واللي من الجنوب اللي كثير يعني تفاجئوا برشايا. في منهم يعني انا اقول لك بصراحه كانوا مترددين انه وين رشايا ويا بعيده ويا الله ومانا نتعب وما الى هنالك. بس المدعين اللي طلعوا على رشايا رجعوا بصوره مختلفه، يعني في ناس حتى اعلاميين كانوا اول مره بيطلعوا على رشايا. فكان كثير حلو يوم تعرفوا فيه على اربع قرى زياده عن رشايا، وكان الفرفان اللي انطلق فيه وزير الصحه والاعلاميين ومركز سرطان الاطفال والناس اللي بتحب المشي، وكان في زفات وفرق كشفيه ودبكي وعيصة على طول. ايه كثير ناجح، كثير ناجح. جورج هلا بدنا نتابع نحن وياك، وقبل ما نرجع لاصدقائنا ماريا وشادي بدنا نتابع مع زياره مهمه جدا. هل هذه الزياره زياره رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم لروسيا وقطر هي لتاكيد المؤكد انه المونديال ما راح يروح لا من ايد قطر ولا من ايد روسيا؟ يعني على ايام سيب بلاتر ما كنا فاهمين شيء. مش صحيح هلا اجى ياكد انه لا المونديال باقي، لان طلع كثير اخبار انه روسيا مهدده تفقد المونديال من بعد اقاله بلاتر، وايضا قطر 2022 كان في كثير حكي انه عم يصير حكي هلا بعد شوي عن العماله، وانت عم كمان عن العمال رح نتابع الريبورت بعد لحظات. بس الاكيد انه لا المونديال ب 2018 بروسيا و 2022 بقطر، اكدهم انفانتينو الرئيس الجديد للاتحاد الدولي للفوتبول. رح نتابع كل حال التقرير لزياره انفانتينو الى الدوحه، وأكيد المنشآت، وأهم شيء وضع العمال اللي عم يقوموا ببناء المنشآت هيدي. أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو خلال زيارته للدوحة بأن الهيكل الدولي بيوثق بقدرات دولة قطر على إقامة مونديال مثالي بعام 2022. وتحدث إنفانتينو عن جولته بالمنشآت الرياضية، وقال أنه خلال اليومين اللي تواجد فيهم بدولة قطر تمكن شخصيا من أنه يشوف اللي تم إنجازه من قبل المسؤولين واللجنة المنظمة لهالمشروع الكبير. وأضاف رئيس الفيفا أنه اللجنة المنظمة عم تقدم مثال تشجيعي وعم ترد على كل الأسئلة والإشاعات اللي سمعناها أخيرا، وخاصة من منظمة العفو الدولية، وشهدنا طرق التعامل مع العمال وكل شيء عم يتحسن. وأعلن إنفانتينو عن إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة ظروف العمال بالملاعب القطرية اللي بتستضيف كأس العالم 2022، وأعرب عن ثقته أنه كل الأمور على الطريق الصحيح بعد سلسلة من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان خلال أعمال بناء المنشآت. وأوضح أنه الفيفا رح يقود هاللجنة اللي بتضم أعضاء من المجتمع المدني. إذن النتيجة مثل ما عم نشوف هي تأكيد المؤكد، وأنه هالمونديال
رح بيضل بهالمكان بالذات. ترى ممكن عم شوف ريبورتاج بنفس الوقت لبعض الصحف الاقتصاديه بلندن وبالولايات المتحده الامريكيه عم بيقول انه الوضع منه كثير منيح بقطر، هيك بيضلوا يهددوا على قطر من باب العماله، لانه طب انه ما صار له 100 سنه الخبريه، ليه هلا؟ هلا من وراء اكثر شيء من وراء وضع العمال، لان دائما لانه من وراء الشوب الموجود الحراره العاليه كثير بقطر، عمال شفنا يمكن عم بيصير حالات مش عم تنعلن قدام الراي العام، اكيد اختناق او من وراء الشوب عم صحتهم عم تدهور كثير لهالعمال هولي. بس هلا في لجنه صارت عم بتراقب وضعهم، وضعتها الفيفا، وبتعمل ريبورت كل فتره لرئيس الاتحاد الدولي للفوتبول. مش هيك هون انفانتينو ارتاح حول هالموضوع هيدا، لانه منظمات عديده دوليه بحقوق الانسان حاولت تقوم بهجوم على قطر تسحب منها المونديال. هلا بوجود هاللجنه هيدي لمراقبه العمال وتصور الامور انحلت وصارت واضحه بشكل افضل. انتم بهذا المركز، مركز سان جود، كان في عندكم شيء تعاون من قبل مع منظمات رياضيه وشبابيه مختلفه؟ نحن قبل بمره عملنا 2 ايفنتس هن بيتعلقوا لنقدر نعمل منهم تجمع تبرعات، سوري، كانوا عن الباسكتبول. كمان في كتير ناس خيرين مثل شادي اجوا عملوا لنا نشاطات كمان باسكتبول ورياضيه. نحن كتير بهمنا نكون موجودين بهذا السيكتور، لانه بهمنا يكون الشباب عم يساعدونا كمان ويكونوا مهتمين بهيدي الكوز، ونقدر يعني نوعي ناس على موضوع السرطان. نحن بحال مناسبة رياضية بنتمنى نكون فيها، ما عندنا مشكل نكون موجودين ونساهم بهذا النشاط. شادي، مثل ما عم بسمع منها كان عندكم أيضا بهالجمعية الجمعية اللي مؤسسينها بمنطقة رشيا نشاطات غير الماراثون، نشاطات رياضية مختلفة أخرى؟ يعني نحن كان عندنا مختلف النشاطات، اللي كان عندنا جزء منها تكريم، كرمنا شخصيات على مستوى لبنان، كرمنا الفنان الراحل وليع الصافي قبل ما توفى، مش بعد ما مات مثل غيرنا. ايوه، كرمنا دريد لحام، جورج قرداحي، شرب الخليل، مجموعة من الشخصيات. عملنا مثل مهرجان الشباب المدرسي مواهب وقدرات، لنكتشف مواهب الطلاب بالمدارس، بالغناء، بالعزف، بالزجل، بالشعر، بالتقديم، بالتقليد، بالفولكلور. أسسنا فرق رقص فولكلوري. إضافة كمان كنا مساهمين مع فوج المغاوير، وقت اللي كان العميد روكوس قائد فوج المغاوير ساعدناهم بسباق الإغارة على جبل الشيخ لأول مرة كانت بتصير، مع أنه يعني بالسياحة الشتوية على رشيا إضافة للسياحة الصيفية. عندكم جبل الرب 100% تجلي سيد المسيح، والمتزلجين اللي زاروا جبل الشيخ بسباق الإغارة اعتبروا أنه من أهم مراكز التزلج، أهم منحدرات التزلج بالعالم منحدرات جبل الشيخ اللي مطلة على لبنان. فهذا الموضوع بس للأسف يعني كمان هذا بده تلفريك، بده بنية تحتية، بده تحتية كبيرة لهذا الموضوع. بس بتصير يعني رشيا أكيد سياحيا بشكل كبير على مستوى إضافة أنه بتميز رشيا، يعني قلعة تاريخية، وسوق رشيا الأثري أطول سوق أثري بلبنان، سوق ومن رشاية. أقدم الأسواق، أقدم الأسواق هو طرابلس بعتقد، ايه بس رشيا اطول. يلا على كل حال نحن بنتمنى انه نضلنا هيك عم نوكبكم بكل هذه النشاطات الثقافيه والاجتماعيه يلي بتخدم لهدف انساني. كثير بينحكى انه الرياضه بخدمه او الاهداف الانسانيه بخدمه الرياضه، هل عم تترجم بشكل جدي وفعلي بلبنان؟ حسب اي يعني نحن ما فينا نعلق على هالموضوع، لانه نحن كل الناس اللي اجت بهدف الرياضه لعنا ليساعدوا المركز كانت يعني مساعدة خيرة منهم أكيد. ما عندنا مشكل نحن ولا ناحية من هدول الأخبار كلياتهم. نحن قبل بمرة في رياضة عملنا ماتش كتير كبير وجمع كتير ناس وكلهم أجوا لأجل قضية مركز سرطان الأطفال. فحيالا شخص برجع بعيد بحب يعمل نشاط معين للمركز بيقدر يدعينا عليه ونحن بنكون موجودين فيه، ما في مشكل. جورج، خلينا نتابع نحن هيك ايضا ماراثون اخر كان عم بصير بمنطقه الجبل، ماراثون الاسبوع المقبل بنحكي عنه بتفاصيل اخرى، ولكن خلينا نشوف شو صار. كان على ضيفنا الاسبوع الماضي اكيد حكينا عن تنظيم وعدد المشاركين المتوقع وكل الامور. الماراثون عم ينجح سنه عن سنه. رح نتابع سوا المنافسات، كان تقرير الزميل عماد قطع بنشره الاخبار. <تص->
انطلق ماراثون الجبل من بلدة دير القمر وصولا لبلدة بعقلين ضمن مسافة 10 كيلومتر مرورا بكرة معاصر بيت الدين وبيت الدين. الماراثون جمع بساحة دير القمر معظم أهالي الجبل ولبنان، وتخللوا برامج وفرق موسيقية عدة وعروض بهلوانية تمتع فيها المشاركين قبل انطلاقة السباق يلي ضم كافة الفئات العمرية، وبمشاركة طلاب وأطفال المركز الوطني للتنمية والتأهيل يلي بيعانوا من صعوبات ذهنية وجسدية. هيدا الحدث يلي له 6 سنين عم يتنظم بالجبل، عم بيصير من أكبر النشاطات من لبنان، عم بيجوا يشاركوا فيه كل الشباب وكل الصبايا وكل الفئات العمرية من كل لبنان ليجوا على يركضوا بطبيعة جبل لبنان. الأهمية طبعنا أنه قدرنا نجمع مثل ما شايف لحدود 10,000 شخص على الانطلاق من دير القمر، وهذا بالنسبة لنا كتير مهم. وبنهاية الماراثون أقيم احتفال عند نقطة الوصول ببعقلين، حيث وزعت الجوائز والميداليات على الفائزين. سؤال لثلاثتكم، لماذا اليوم صارت قصص الماراثون والسباقات على الموضة؟ يعني اليوم هيك بحس ده قلت لي أنتوا عندكم 1005، شفنا بالجبل عدد أكبر. يعني أنا قلت لك 1005 تقريبا اللي مسجلين رسميا كان في حضور أكبر، يعني كان شاركوا بالمشي بالفور فان كثار ناس اللي إجوا على رشايا بدون تسجيل، يعني في أعداد كبيرة إجت بدون تسجيل. أنا عم بحكي على المسجلين رسميا بين الأولاد الصغار للكبار يعني. بس الشيء اللي أنا بدي أحكي فيه كمان، رشايا ما فيها الكثافة السكانية الكبيرة أولا، اثنين رشايا بعيدة، يعني ابن طرابلس اللي شارك بعرشية بده 3 ساعات أو 4 ساعات، ابن الجنوب نفس الخبرية، وثلاثة إنه يعني نحنا كمان مش عم نحاول نعمل بجهدنا وبقدراتنا المتواضعة لجذب الناس على رشية بهيك سباق أو بهيك نصف ماراثون. بس بالتالي كمان هذا موضوع متطلب من البلديات، من اتحاد البلديات للحملة الإعلامية، كمان مطلوبة من الوسائل الإعلامية كمان والدولة من وزارات المختصة كمان تضيق على هيدي المناطق البعيدة. يعني السنة الماضية كمان صار بالقاع مثلا نصف ماراثون أو ماراثون يمكن ما طلع على تلفزيونات، عم بيصير بالجنوب بالشمال وما إلى هنالك، المناطق البعيدة عم بيصير شوي إذا بدك إهمال إذا بدنا نسميها يمكن أو ما في تواصل جيد جورج نفس الشيء بنسألك إيه؟ يعني سقفة الركض اليوم زادت، بس لأنه شغلة هينة، يعني ما أنا بحاجة لا لعارضات أو ملعب أو شيء، مين ما كان بس ينظم سبق أكيد بالتعاون مع البلديات المختصة وأكيد الشرطة والجيش والاتحاد اللبناني كمان، وأكيد الاتحاد اللبناني عم تصير قصة سهلة جدا، مين ما كان بأيد اسمه بينزل بيركض، بقى أكيد سهلة جدا العملية، مش هناك عم نشوفها كتير منتشرة. وماريا انتوا هيك عم تتحمسوا تعملوا شيء ايضا بهذا الاطار؟ بيسكلي الهدف المضبوط تبع الماراثون بامريكا وبيوروب نعملوا هدول المسابقات كرمال تا واحد ينزل صحي يركض، بس بده ينقي جمعيه ويركض كرمال ويجمع مصاري لهالجمعيه. بعدنا بلبنان ما كثير بنعرف هيدي المنتاليتي، بيعتبروا اذا دفعوا ريجستريشن فيز انه هيدي هي، لا، اليوم الشخص اللي عم يركض لازم يركض على كل، اكيد كل ماي اللي بيركضوا يجمع عليه مبلغ معين ليقدر يساعد هالجمعيه اللي هو حاب يركض كرمالها ويجمع مصاري للجمعية. هذا الهدف المضبوط من وراء هدول الماراثونز. بس الناس بعد ما بتعرف كل هدول الديتيلز، يعني نحن اليوم لما الناس بتركض باسمنا بماراثون معين ما بدي سمي، بنفسر لهم انه اليوم الهدف كمان انه انتم تجمعوا مصاري وتخلوا انتوراجكم اللي هن عائلتكم اصحابكم العالم اللي حواليكم يعطوكم مصاري ليتفشوكم تقدروا تساعدوا الجمعية اكثر. هلا بدنا نتابع معك جورج ونحكي بامور العلاقة بسوق الانتقالات المقبل. حكينا من شوي انه مورينيو رح ينتقل لمانشستر يونايتد، كان في حديث انه جاي على البي اس جي، وشفنا القطري كيف دغري اكدوا انه لوران بلان رح بيضل. بسوق انتقالات كره القدم العلاقه باللاعبين، في حديث الاسبوع الماضي عن نيمار وانه يبدو انه حاطط ضغط كثير كبير على اداره برشلونه، هل هذا الكلام صحيح؟ اكيد صحيح، والبارسا بلشوا ينبشوا على بديل لنيمار
الاسم المطروح اكثر شيء هو باولو ديبالا اللاعب الارجنتيني المعروف جدا بفريق يوفنتوس، لاعب صغير بالعمر سريع، وميسي حكي عنه كثير انه راح يكون نجم كبير بالمستقبل مع منتخب الارجنتين، واكيد بيتمنى ميسي يضم لاعب ارجنتيني الى جانبه الى جانبه بفريق البارسا ليتابع مسيرته هو اللي اكيد عم توصل لسنوات الاخيره. هناك ماركو رويس ايضا لاعب فريق دورتموند مطروح، واسماء كمان مثل ريناتو اللاعب البرتغالي ممتاز ببنفيكا اللي يبدو قريب من ريال مدريد اكثر. بقى القرار لانه نيمار عم يطالب بثلاث مرات اضعف راتبه اللي عم ياخده هلا، وهيدا الطلب قادر نادي مانشستر يونايتد يلبي له اياه، مانشستر سيتي كمان مع غوارديولا اللي هو من اكبر المعجبين بنيمار، وايضا انديه اخرى مثل ريال مدريد ممكن تفوت على الخط. يعني ريال فلورنتينو بيريز ما راح يضيع ابدا اللحظه انه يقدر يجيب لاعب من فريق برشلونه على لويس فيجو، يعني مثل ما قصه لويس فيجو بقى راح تكون المنافسه حاميه على نيمار، لانه البارسا كمان يضل بالقوانين اللي بتسمح للاعب نظيف راتب نيمار ما لازم يكون اعلى من اللي عم ياخذه هلا، فبالتالي اذا طالب تقريبا قد ايه بالعشرين مليون هو، يعني يقال انه عم ياخذ بالاسبوع حوالي 100,000 يورو او اكثر، بس بفريق مانشستر يونايتد عارضين عليه 300,000 يورو كراتب واكثر حتى اذا بحال قبل انه يكون معهم. هلا اذا بدنا نحكي شوي بهذه التفاصيل، باوروبا بعضهم عم بيشتغلوا بالمصاري، يعني 100,000 يورو من 10 سنوات كان شغله كثير كبيره، بالوقت اللي بانجلترا عم بيجوا المستثمرين الامريكان والاموال العربيه، ما بعرف اذا بضل في اموال عربيه بنفس المستوى مع تدني اسعار النفط، بس عم تجي اسعار مثل جليزرز وقت اجوا بدي بتقبض انت ماشي مقارنه مع لاعب كره القدم بامريكا. صحيح، فهيدا الامر خليهم للانجليز يسحبوا عدد كبير من اللعيبه لانه عم بيعملوا مقارنه مع اهم رياضه بالعالم هي اليو اس سبورت. اكيد عندك الامريكان فوتبول، الركبي هي رياضه الشعبيه الاولى هناك، فيها مبالغ طائله، والان بي اي بتشوف يعني ارقام اللاعبين بالان بي اي مئات الملايين. ماريا رح تروح فيها بقى اكيد اذا بدنا نرجع على اجواء الفوتبول رح تكون منافسه شرسه كثير. اكيد بارتوميو رئيس البارسا بيقول لا نيمار رح يبقى، بس المعطيات بتقول غير هيك لانه والد نيمار هو مدير اعماله، ونيمار شكله عم يدبش على الاموال اكثر من طبيعي. شو جاي يعمل البرازيل؟ ما يكون جاي يحب اللاعبين البرازيليين دائما هيك، يعني بيكونوا اكيد عايشين بوضع مزري بس صار لهم فرصه انه يعملوا اموال اكثر واكثر واكثر، ما رح يفوتوا الفرصه. ماريا كيف عم بتغطوا هذه المصاريف الكبيره؟ اليوم اكثر شيء بنعتمد نحن على كل التبرعات من الناس. اليوم اكيد لبنان ما بيقدر هيدا المبلغ اللي بدنا اياه، 15 مليون دولار منه مبلغ هين، صرنا عم نضطر نروح على الخليج، على الكويت، على لندن، على كثير محلات ثانيه، دبي، ابو ظبي، قد ما فينا نتوسع لنقدر نجمع هالمبالغ الطائله اللي مطلوبه تكون موجوده لنقدر نغطي كل تكاليف العلاج لهدول الاولاد. شادي كلمة أخيرة بالنسبة لماراثون رشيا ونص الماراثون، شو في هيك أفكار للموسم المقبل؟ يعني أكيد الماراثون يعني ستيب باي ستيب بده عم يطلع تصاعديا، وأكيد كل من كل نصف ماراثون أو ماراثون أو سباق بتتعلم للمرحلة المستقبلية أكثر. وبدي أقول شغلة إنه أول مرة يمكن بتصير بالماراثون إنه أنت تسجيل على رقم حساب خاص ببنك، يعني هيدي ما صارت، أنا متأكد إنه أنا ما صارت. في ناس مثلا انه يي ما عندنا بنك بهيدا المكان من بعتهم، لا ما بنحولهم، انتم ترجعوا تبعثوهم. فيمكن هيدي كمان اذا بدك شوي انه روح بدي روح ادفع 5000 ليره او 10000 ليره بياخذوا يمكن بالبنك اكثر يمكن هذا الموضوع، بس نحن بدنا نعود هاي الناس نحن لنكون اكثر شفافيه بهذا الموضوع. صح. ونحن بس حكينا مع ماريا ومع الصبايا كنا رافضين انه نحن نقدم المبلغ من عنا، لا كان التسجيل مباشرة عليهم حتى يكون أكثر شفافية، ما يكون نحن عم نستغل مركز سرطان الأطفال لنحن ننجح هذا الموضوع، لا بالتالي إلهم يعني إلهم كامل. يعني عم بتشير لحدا تاني أو لا؟ لا ما عم بشير لحدا تاني. دائما جورج هيك بيعطينا افكار عن اشارات معي فبالتالي اكيد سنة الجاية رح يكون كذلك الامر لمؤسسه انسانيه وريعه بالكامل بهذا الموضوع. نحن بنجنبكم دائما بفتره السنه وسنة الجاية دائما، خاصه انه هدفه هدف انساني بامتياز. اذا بالختام جورج، بختام اخبارنا المصوره الان رح نرجع نحكي شوي شو رح بصير رياضه هذا الاسبوع، بدنا نحكي عن التنس، عن دوره برشلونه هي 500 نقطه يمكن ما عندها الاهميه
أهمية دورات أخرى من هيك يمكن ما شفنا فيدرير عم بيلعب فيها. فيدرير أصلا إنسان كتير مخفف مشاركته صار كبير بالعمر عم بيختارهم على الطبلية إذا بدنا نقول دورات اللي عم يشارك فيها السنة عم بيخفف شوي شوي لأنه أكيد عمره بطل يسمح له يشارك بعدد كبير من الدورات. فإذا رح نكون مع دورة برشلونة أوبن والمصنف أول كان رافائيل نادال. صحيح ورح نتابع صور أيضا لدورة شتوتغارت خلال منافسات صارت هالأسبوع عند السيدات. بنشوف مين ربح البورش. روجر فيدرير بعده لاعب كبير واكيد بعده ممتاز.